السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، صبحكم الله بالخير والنور والرضا والسرور. أمبوني عاد ناوي أشقلها أغنية محمد عبدو اللي هي صباح الخير، أتحرها صباح الخير، طلعت عاد مساء الخير والإحساس والطيبة، ما بصباح الخير، خلت أسوي مساء الخير والإحساس والطيبة، مساء ما يليق الله بأحبابي. اي والله مبوني اتحرها صباح الخير يغنيها، ترى يغنيها مساء الخير. انت ايش اسوي عاده؟ براهي لك بتوالم عاده، انتم رتبوها على ما تبون. يرتبك شيري في كل سفراتي ام محمد قبل ما اصير. وان انا تفلسفت وسويت اكيد بيستوي شيء عادي، او انه ما بيظهر موالم وايد، لازم في اخطاء. فسبحان الله، يعني المره هذه هي مسافره، فتعاونا قوم أم الحناية وأم محمد وبنت خالد هديتها بالتليفون. هذه تتراوي عندهم هذا البوتم، هذه تصور وهي تتراوي، يظهر لبسات الحين. هاي لبسة اليوم، ترى هذه لبسة اليوم، هذا القميص، هذا الجوتي، لان هني الاماكن زراعه ما تم تلبس شيء رسمي. فهذا قميص تي بعد رفيع، وهذا حق اليوم، وهذا على اساس انه اذا بيلس ببد ما بيوزني. كل لبسه بلبسته، كل بنطلون بقميصه، كل بنطلون بقميصه، كل بنطلون بقميصه مطوي، واللي بيوز وبيوالم على حسب الجو اظهره والبسه. الحين هذا من البارح مظهورها، اللبسة هذه مظهورة من البارحة قبل ما أرقد، معدلة مكواي، وهم هناك مكواي، لكن هني أضرب عليه شوي أوتي شوي من ساعات، علما بأني ما أعرف أسوي أوتي على فكرة، ما أعرف أكوي كنادير أنا، ولا أعرف أكوي قمصان، يعني أتخادى، لازم يسوي شيء غلط. هالتجسيفات اللي في النصيف، هذا الرضف هالنمونة، هذا لا بد ولا عذر منه، حتى لو كان زين لازم يخترب عندي أنا وقت الكواي. المرأة طالت أعماركم، إن شاء الله بيكون يوم جميل، بتكون تغطية مميزة، تغطية عقارية مع إنجازات المستقبل، إنجازات المستقبل، شركة عقارية كويتية موجودة في البوسنة من مدة طويلة طويلة. لذلك تلقطون يافطاتها موجودة في المطارات وعلى القطارات وعلى الباسات وعلى التكاسي وعلى معظم مشاريع البوسنة، من كثر ما هي شركة قوية وهلها ناس زينين، وأنهم كلهم خير وبركة، لكن أنا أتعامل مع هالشركة ما شاء الله عليهم، وشركة زينة والناس كلها تعاملوا وياهم. وإن شاء الله اليوم بيكون مشروع عبارة عن 75 أرض سكنية من أجمل المشاريع الموجودة، وأكبرهن وأضخمهن وأجملهن أطلالة، علما بأن البنية التحتية كلها موجودة، من طرق ومن ماء وكهرباء، والله يعز ملكه والسامعين، مجاري، البنية التحتية كاملة كاملة، حتى الانترنت يعني. وهم مستعدين بالبناي والتشطيبات، كل بالتواصل والفيديو والنقل حي، تصوير زوم عندهم، وتصوير بالبوتيم، وتصوير في الانستغرام، تصوير مباشر، يعني يكون ما يحطون طابوقة على طابوقة، إلا راعي الأرض يعرف شو اللي بيستوي، وين وصله، ومتابعة حثيثة وشبه لحظة بلحظته، من أول شراء قطعة الأرض إلى أن يتم تأثيث البيت، في حال رغب راعي البيت أنه هم روحهم يأثثون، يحطون ثريات والفراش، كله كله كل شيء، كل اللي خذوا من عندهم هم، أغلبية اللي أنا أعرفهم كلهم تعبلوا. قوم عبد الرحمن بوشيبة، الشخص هذا الكويتي الريال المستثمر الفاضل، هو اللي تعبل من هاي الأمور كلها. فاليوم إن شاء الله بتكون جلستنا على ضفاف المنطقة المخطط لها للتسويق. أول الله.
أكيد إني عايش جوي بعدني فوق لين الحين ما نزلت من حجرتي، وقوم صلاح وأبو راشد كلهم يلسين تحت، حتى تلجي من القهوة محرمنا عليهم، ما حد يسكر القهوة لين أيهم، والسب الشو إنه ما في حد يخرب شيء ولا يسوي شيء ما بعدل، وعايبتني جالس أقرأ المسجات وشرق وغرب وجالس أتفرج على هالمنظر الجميل. سبحانك يا رب، منظر ياخذ العقل، تبارك الرحمن. لا اله الا الله، اعتقد اليوم بتيهم امطار، اعتقد اليوم بتيهم الجو موخم. صلاح انت وين؟ واعينه؟ يلا بيكم بنزل. قلت لي انا الحين انت وينهم؟ بس خلص النام. ايش قاعد ليش مو عندك من الفجر؟ ما صلاح يناخر براشد ولا لا؟ لا قول ما يطالب، ما يناخر ولا لا؟ بتروح النار، ما بخبر. قولي ما حد يسمع، قول بخبرني انت. والله ما اقول حق احد. قول اي ولا لا؟ شوي ولا وايد؟ شوي ولا وايد؟ شوي في الليل ولا حينه؟ اول الليل. وايد ولا شوية؟ لا ما اعرف. لا ما بخبر، قول عاد بزعل مكتراني. قول الصدق. ماشي. مزيغنه اخوي، مزيغنه زياق. انا لو بشتغل الخدمة الوطنية احسن لي. ليش؟ ولا انت واخوك. الساعة 4 واعي. بعدك انت تقوم 5 على قلبك بساعة. عندك الساعة 4؟ وانا شبعنا. صليت؟ إنان. متى؟ أول. كم ركعة؟ 100. 100. براشد. قلناها مو مستوى، قال بس كوم. قلنا كومنا. يلا 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 نشوف. ولا غسلت الدلة ولا 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 غسلت الفنايل. أنا علي. ولا سويت أي شيء. الدلة والفنايل شوف شو قاعد. سألوه. شو ليش صلاح ما خليتي غسل الدلة؟ أنا. يجدر عنها على الأقل. ما حمار بها غسل. أنا. الفنايل. أنا. البارح ما حتى لم فنايلنا الا انت، ام الحنايه قالت انا اعطيكم فنايل صاحيات. لا لا حشا ما بمسهم طول، هي حاطه مثلمات. اي والله كيشو احنا جينا بطلناها من البلاستيك، هنا مثلمات مو حتى احنا لصالح. هذه هي تتهم ترى ما يعجبني في صالح. سمعت صلاح؟ ايه. وراشد ما يوز له فيك. ايوه. ايه دقه. يلا يلا قم 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 قم. شو بنسوي الحينه؟ قهوه. منو اللي بيسويها؟ أنا. شو بتحطه وين؟ الحين. ايه الهيل والزعفران والمسمار والقهوه. زين يلا، هذا طارت اعماركم، برنامج يومي بالنسبه للي يتابعونا. نحن نسوي هالبرنامج فقط في السفر، يوم نسافر نجلس انا وشقيقي ونلجم الدله، الدله القهوه نحن طريقتنا الخاصه، وهي كل انسان له طريقته. القهوه طارت اعماركم محموس وزاهبه ومرض رضا، ما بمطحون نعيم مرة، لا نحن نسويها شوية حتى. للدلة نحط 3 فنايل قهوة. متى نحط القهوة على الماء؟ يوم يفوح الماء، يوم يفوح يحر، قبل مرحلة الغليان حطينا القهوة. تطبخ القهوة في قانوننا، قانوني أنا، 3 دقائق أو دقيقتين. هذه منكهات زعفران وهيل ومسمار، هذا على حسب الرغبة الإنسان شو يبقى. أنا أحب الزعفران وأحبه بكثرة، ما أحط شوية زعفران، أحط زيادة الزعفران. أنا أحب الزعفران يكون كمية كبيرة في القهوة. أنا أحب الزعفران كدواء وكريحة وكطعم وكذوق في القهوة، فلذلك أحط، ما أحط شيء بسيط. أنا ما أحط، يقولون شعرتين، أنا ما أحط شعرتين زعفران، ما أحط. هاي مقولة قالوها البخلة، البخلة الأول يوم الزعفران الكيلو ب 18 و20 و25 ألف. الحين أجود نوع زعفران يوجد على الكرة الأرضية، أجودهن 7000 درهم، أجودهن. هذا اللي مرة ما شيء أخير عنه. فإن شاء الله حاد إن نحن نتبخل على عمارنا ونستبخل عمارنا بشيء مفيد وصحي وزين. ما يقولوا لا عاش مالي من بعد حالي، لا عاش مالي من بعد. وكيلو الزعفران ترى تشوفون هالكثير، لكن كيلو الزعفران يسدك سنة كاملة. والكيلو الزين مثل ما قلنا لكم 7000 أو 7500 قاصر زايد. هذا الزعفران طلعت عماركم، نحط عليه القناد اللي هو الهيل، وحط عليه طلعت عماركم 4 أو 5 فصوص
مسمار. القهوة شو السبب اللي يخليني أنا ما خليها تطبخ وايد؟ أنا ما داني القهوة مرة علقم، لا أحب أطعم طعم القهوة وادوق طعمها واروح ريحتها، لانك انطبخت خازة الريحة بيازم كأنك تشرب صبر، شيء مصبر شيء مصبر، ما حد يباي ما حد يوم يشربه. لذلك في يوم تصير الجهوي عند الجهوي العرب اللي بياخذون فنيال واحد والثاني قالوا لك بس، لكن يوم القهوة ما فيها زود مرورة بيرغبون في فنيالين وثلاثة واربعة. هذه طالت عماكم خلاص علامة نضوي القهوة تقميشة هذه خلاص غاية المتبنية. أنا الدلة ما غسلها، وغوري القهوة ما غسله، وغوري الشاي ما غسله، فقط غوري الحليب الكراكي غسل. وهذا طالت عماركم التتبيلة اللي هي الزعفران والهيل والمسمار ينحط به بطن الدلة ما ينطبخ، لأن تصير قيمته الغذائية والصحية والعطرية. وحين نزيد عليها القهوة من عقب ما حين سارتها على ما تشوفها القهوة ركدت ركدتها هاي الحتلة تمت تحت، الحين نسير ونزلها علينا وعليكم بتشوه دعوة الدلة واللجمت ونزلت. وحين يا وقت عدت فنييل وبنيلس هذا البساكيت عدالنا وكلنا من الهواكة اللي الله كاتب لنا وكلنا من هذا بسكوت على لذيذ فنان هذا الكبير قطيعاته على كبر راحة الجف لذيذ والله وايد فنان. نحن عمدنا اليوم ما بنصير نتريق طالت عماركم شلجلة لجل طارت عماركم انه نحن اليوم غدانا مجدم من وقت مجدميد به الغداء. لجل طارت عماركم اليوم وقت الاعلان بيكون الساعة 1 الظهر او 12:30، فاليلسة فيها شوي ومسوين بشواي البوسنية مسوين وايد حركات جميلة. فأثناء التصوير بنتغدى وعندك دونك وبيخطف علينا الوقت ان شاء الله باكل المكان المميز. وخلاص بنسير طالة عماركم نتمشى وعندك ودونك وشرق وغرب وبنسول بنحاول نزور كم طالة عماركم بزيارة عدد من الأراضي اللي تشد بيعت من إنجازات المستقبل العقارية وبنوها وعدلوها فرشوها. بنزور الواد بنزور المزار بنزور الأماكن اللي تشد بيعت وسكنت يعني من هالكثر سنة. لكن على هالأساس قلنا إن إحنا اليوم ما بنتريق وبيكون ريوقنا اليوم بسكوت وقطعانة وفنيال قهوة وعندك ودونك وفنيالهم مسبوعي لو في داري غضاء يا ركال أنا بتاع الخط الفنيال الأولي لأبو راشد والثاني الخالد الخالدي لا صراح وهذا الثالث يا مرحبا ابو راشد يا مرحبا ابو محمد يقول نعم. لك البوس نادارا عذية جميلة مثل هو عاف سهول هاول فياضي وترقبوا السناب لما فيه حيلة اليوم بيكون اعلان الاراضي اشكر فنك نوع مو نوع القوي قبل اهداء اذا الدربه لين ابو ظبي الغالي لين ابو ظبي دار الحبايب دار الطيبين دار الكرامي يا سلام يا سلام حافظ عليك يا ابو نوره حافظ عليك يا ابو نوره يا سلام سلم عرب الله تعدو ابو نوره ترى مخلي حد في حاله معذب العرب كلها سبب شق الناس هذا ابو نوره مسجنهم من قلبي اللي صار كله جراح ما عاد ينفع في وصف الطبيب من قلبي اللي من قلبي اللي يا رك الله يا رك الله يا ابو احمد هذه اللي لبسك يا ابو راشد اليوم قوي قوي يا صلاح يا هلا شوف قول لي ليش تاخرت صلاح
صباحك. قول لي ليش تأخرت؟ صباح الخير. كيف جلس؟ شو تبغى صلاح؟ صلاح بت بت بت. لا لا شو بيسب؟ بتجهويها؟ لا 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 لا. ها. أنا بعد أنا شوي شوي عادة. ها تحمل. ها. حق منو هذا؟ لك شكرا يا صلاح. تو واصل صبر عليه أنا أبوه. حمو مات. عادي عادي. منو قال لك عادي؟ عادي صبر صبر. أي. أنت منو المسؤول؟ أنا. سمعتي يقولوا منو المسؤول أنا ولا؟ تو ياي الريال. عادي. خذ ما يخص. عادي. ما يخصني يا ليل. كذابه أدري بأنه يكذب. قول له. ليش كذبت عليه؟ قال اللي بتيه البارحة بتمشيه بتوديه كوفي ما وديته. والله حقك عليه والله يا صلاح. رقد رقد حبيبي. وهي المشكلة وين رقد؟ خلص اليوم إن شاء الله. اليوم إن شاء الله. بروح أنا وياكم نتمشى اليوم. نتمشى ببي. على كيفك. أنا إن شاء الله حبيبي يلا. هذا الزين والله. هذا الزين هذا الزين هذا الزين هذا الزين ما شاء الله عليك أبو محمد عيني عليك باردة تتشبب كل ما ياك يوم ولأنك اليوم اللي عقبه أخير كل الناس تصير في انتشاس وانت تصير ما شاء الله في العلالي الناس تصير في كبر وانت تصير في صغر يا الله يا رب يا الله يا رب بجاه من حجة وطافة في البيت الحرام أن يحفظك ويحفظ من تحب وتود وتحفظ متابعينك كلهم اللي دانونك واللي بعد ما يدانونك ترى المتابعين ترى شيء منهم أبوي حد مود وحد مبغض حد يدانيك حد يتابعك لأجل الأناس والفرح والسرور وحد يتابعك لأجل يدور أدنات الدون حق يشهر بك ويضعب ويشنع بك شو تحرون أنتم الدنيا أبوي يقول المتوصف يقول المتوصف ما أكثر يقول المتوصف ما شاء الله عليه يقول متوصف شو قال متوصف هذا ما قاله انشدوا عن صاحب الخد الحمر عندكم في دبي انشدوا عن صاحب الخد الحمر عندكم في دبي ايو الا طوفوا لو يشوف حاكم الفرس انتحر مات في عين حرار بالحال اقدروا انشدوا عن صاحب الخد الحمر عندكم في دبي ايو هم في الخير وانا في السلامه اللي داني واللي ما يداني الناس عايشه وماكله وشاربه قبل وقبل صوري والدنيا مرات شبه محول والامور طيبه صلاح وين بنسير هلا وين الموقع وين نروح الحين موقع كم يبعد الياش يبعد عن المطار تقريبا 15 كيلو بس قريب وين عن المشروع الاول اللي قبله ملاصق معاه بالضبط والله يبعد عن مطعم ديانه دقيقتين شوف انت ايه؟ مطعم اللي تريقنا فيه ايه؟ امس دقيقتين عن المطعم بس شوف انت ايه؟ صلاح ريدي ها شو صلاح يلا يوم طالت اعماركم سيارتنا بهالطريقه فريق الف وفريق باء فريق الف مكون من كريم ها انتوك قبط 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 لا اله الا الله هاي الحنة كلها يبقى المفتاح هو حين مال البيت فريق ألف مكون من كريم كابتن صلاح وكابتن براشد زين وفريق باء مكون من
صلاح ومنهل وخالد الخالدي. أشوف ما شاء الله تبارك الرحمن. من نوع مو الكبا أبوي. من نوع أي نوع؟ قديم. لا القوي المقندح خلاص. من أي نوع؟ قندح. وصلنا الموقع وهذا المكان اللي نحن فيه. شوفون التلة هذه، تلة اللي فوقها البنيان والبرح البضهيج. هذه وراها طالة أعماركم المطار، لها الطريق الرئيسي 15 دقيقة إلى 13 دقيقة لين موقعنا هذا اللي نحن مخيمين فيه. هذا موقعنا اللي مخيمين. جميرة كم هذا؟ هذا الجميرة 4 طال عمرك. هذا طالة أعماركم جميرة 4. جميرة 1 وجميرة 2 وثلاثة وهذا 4. وهذا 4. 4 هذا تو مخطط مزاهر. أبو محمد هذا 4 ملاصق بالضبط مع الجميرة 3. هذا شوف اللي شو الجميرة 3 هاك اللي تحت الأولي هذا كله صار. طبعا حسب طلبات الناس أبو محمد. إيه نعم. والله العظيم فيه تقريبا 17 شخص. نعم. ما حصلوا بالمشروع الثالث، قالوا فلوسنا طلع عندكم ما ترجعون. من الناس اللي اشتروا عن طريقك. نعم. قالوا متى ما تحصلون الجميرة 4. الخط الابيض هذا اللي تشوفونه هذا الشوارع، هاي الشوارع اللي تحوط بكل بلوك، كل بلوك منهن صالح صلاح. نعم. كل بلوك من هالبلوكات كم ارض؟ 4 اراضي. شوف كل بلوك من هالبلوكات 4 اراضي، وهاك وكل بلوك هاللي تشوفون الشير هذا شجر جوجة مثمر. جوجة الجوجة ما ادري حد يسميها شو، المشمش او الجوجة. الجوجة المشمش الكبار اللي يعني مثل هبخوخ الدراء، الزلمات يسمونه دراء ونحن نسميه باللهجة المحلية جوجة. هالحمرة اللي شرات البرتقال الطماطم وهي ما بطماطم، هذا مثمر وزاهب رقم 1. حظك يا نصيب، حد بدور في ارضه شيره، وحد شيرتين وحد ثلاث وحد ماشي عاد. حظك يا نصيب، هذا اللي يبى يجلعها واللي يبى خلاها حسب الرغبة. أراضي اللي ابتاعت في شركتكم طول هالسنين كلها، أولا كم عمرها الشركة؟ أبو محمد الشركة ما شاء الله تبارك الرحمن صار لنا 15 سنة في البوسنة. 15 سنة. نعم. تقريبا إلى الآن ما يقارب 90 مشروع. نعم. 90 مشروع، كل مشروع فيه لا يقل عن 40 إلى 50 قسيمة. نعم. تبارك الرحمن. ما شاء الله. ولله الحمد ما في شكوى، ما في اي شيء علينا والحمد لله. ويمكن ابو محمد انا ابي اسالك، ما شاء الله تبارك الرحمن انت بالاعلان الاخير بعث لنا تقريبا بالمئة قسيمه. نعم. بالمئة ارتق. انا ابي اسالك، جتك شكوى خلال هذول المئة؟ اقسم بالله والله الشاهد والله الشاهد علي، الله الشاهد، يا ما واحد من اللي خذوا قال كلمه مبعث له. كل اللي تكلموا وياكم قالوا سلسين، فقالوا ان في ساعات ما حد رد علينا بالتليفونات. قلت ما حد رد عليك بالتليفونات لان الضغط عندهم اول ما استوى الاعلان، لكن حد منهم ما لحق، لكن اللي خلاف لحقوا الحين. على سمعوا يا من حضر، جميرة 1 و2 و3 هاي لاك اللي تحت، فاكيد في فرق، اكيد في فرق بين اللي تحت واللي فوق. اللي تحت هاي لاك لين الخط هذا اللي عقب. الحين البيع طالت عماركم في وين؟ في جميرة رقم 4 اللي الحين أنا في النص، وهاي الأراضي مالت جميرة 4. شو الفرق؟ لأن هذه كل ما اعتلى المكان وكل ما استوت البيو أو المنظر أو الإطلالة غير، كل ما زاد السعر. هذه نعم أغلى بشيء بسيط. لو ليات كم سعر؟ أغلى ب 250 دينار، يعني تقريبا ب الأولى كانت يمكن 50 ألف ريال، هذه 250 ألف ريال، يعني 2000 درهم الفرق، يعني ما براس ريال. الإطلالة هذا على ما تشوف، يوم أقول لكم الإطلالة فرق، شوفوا هذه إطلالة يمين وهذه طالة عماركم الإطلالة يسار، يعني ما شيء بيسكر عليك يوم بتركب انت حين في هالمكان وعندك هالأراضي. أراضي مطلات على اليسار والأراضي الثانية مطلات على اليمين، فانت صديت ولنك أبوي تشوف. يلا من فضلك، يلا من فضلك، ما يبالك كلام. شوفوا المشروع اللي هناك، هذاك مشروع إماراتي كامل متكامل 100%. هاك بيوت كلها بيوت هالإمارات، تروح تصير لها حتى مش شاي. وفي عندك مشروع ثاني ابو محمد ايضا اماراتي، وهذا شوف البيوت اللي هناك اللي ضكت الاشياء الكبار، انت مشتري فيه الممثل حياه الفهد. حياه الفهد ماخذ فيها البيت. المكان حلو ما شاء الله، المكان هذا مميز ابو محمد، مميز جدا هذا المكان.
ما الناس الفنانين الناس اللي يبون قرب الوادم. لكن أبوي اللي ما يبى قرب الوادم الحي يبى الحيين، الحي يبى الحيين، والروح تبى الأرواح. هذاك الميدوم يعزلونه، اللي يبى روحه ما قرب أحد هذاك شيء آخر. لكن أبوي أنا مثلا أحب العرب وأحب الناس وأحب المياور. الأربع اللي هناك أول ما استوى الإعلان، الأربع البلوك اللي هناك، هذاك أبوي خليت استثمار، خليت استثمار، وإن شاء الله حينه إذا الله جعلنا من الحين أبشركم إن هذه بقعتي هنا. هذه الحين هذه ثلاثة، واحد اثنين ثلاثة في نص أرضي هنا. هاي الأرض اللي عزاوي هم مرة فوق القمة، انصديت منك ولأن الزين كله، ويوم صديت شعب مغرب ولأن مشاهد بيت حياة الفهد. شو أبا أكثر عندي؟ وعندي أبوي هاد الدراء والخوخ والتين ثامرة في البساتين، وهاي بقعتي أنا اللي أنا عليها حينه إن شاء الله إذا الله جعلنا من الحين. تستاهل أبو محمد، تستاهل الطيب. مقر الشركة طالت عمركم في البوسنة أكثر من 10 سنين، ومقرهم الثاني في وين؟ في دولة الكويت، وبيكون مقر لهم ثالث إذا الله جعلنا من الحين في عاصمة الإمارات في أبوظبي الحبيبة. بيكون لهم مقر ومكتب للي بيراجع، للي بيقدم، للي يبقى أوراق، يبقى علم، يبقى خبر، يبقى كل هذا بيستوي من داخل أبوظبي إذا الله جعلنا من الحين. وحطوا في بالكم الشركة الوحيدة التي كرمت من قبل الحكومة البوسنية شركة إنجازات. هذا محمد طعمك، هذه الشركة كرمنا من قبل بلدية فيسكو تقريبا ما. الشركة الوحيدة اللي كرمت من قبل الحكومة البوسنية هي. إنجازات فيوتشر وشي فيديو بالتكريم موجود الفيديو الحين نايف أبو شيبة أبي دزه لك وتشوف التكريم كيف صار إن شاء الله في إن شاء البلدية الله. تستاهلون وهذا الشيء صراحة وكل يشكر على والله وربك اللي تعبدي يا صلاة. وين ما تصد، وين ما تشوف، وين ما تبرج، وين ما تأشر، وين ما تطالع، إنجازات المستقبل العقاري. يا فطات داخل المطار، على القطارات، على الترينات، على التكاسي، على المباني، في الأسواق، وين ما تصير كله اسمهم موجود. شمنة فعالية وجودة وطيب تعامل وأخلاق من ناس أيواد، ناس أيواد. لذلك ولا إنسان حتى ياب لفت نظر. اللهم مثل ما قلت لكم على الحلال والحرام، قالوا أن نتصل بهم ما يردون على التليفون، ما يردون لأن عليهم ضغط. اللي تلقط من الدقلة توايب هذا بمتفيج، لا عنده لا بيت ولا عنده مشترى، زبون نيسته، زبون نيسته، زبون ماكو، زبون ماكو، متفيجين. ألو ألو، ها هابوي لا يروجون اللي عندهم، يبون النخبة. النخبة محد وهو ما يدور النخبة، طبقة المخملية. ما قلت لكم هاي الأرض الليلية أنا الكورنر هذا، وراشد بشيركم أبوي متدخر بهنسات، أقول له أقول بتاخذ عدالي هني، ما بعد ذلك ليش ما تبعد ترى عهور. أنا بقول هناك لك شريطة، وين منهن هذه هالكورنر ترى هاي شو الكورنر البلوك هذا ايه؟ في أربع راضي. أنا أبوي خذيت ذي أول واحدة عقاب الحياة الفهد أشوفت يا ما أسلم عليها تقهوة معها والله الساعة الحرمة المرحبانية والله ونعم إيه سيدة الشاشة الخليجية وبيجاورها أبو راشد سيد السناب السناب ما شاء الله عليك هذه عرضي يعني. وهاي شيرة فيها ترى هاي ما بقلعها لا تحمل قوجة وين تحصل خوخة إيه ليه ما بقلعها شوف واللي عداك عاي ما يندرى منه هذاك عاد حد بلا بيجاور هيه اللي هو يا مرحبا أنا هذه عرضي ها أبو محمد أول واحد التوقيع مع صلاح بعد شوية أشكر فنك والبيزات ها أبو راشد مراسم التوقيع بيشوفوها لايف لايف قول لي أنا اشتريت وهذه أبوي أرضي صلاح هي اللي أبو مبارك حليها. مبارك مبارك فيك مبارك هي. مبارك جولي المتابعين تستاهل بكدت العمر شريت بها عرض ما غابت ما بهانس ترى على فكرة يا جماعة الخير الأرض ما لازم يكون عندك ملايين 5200 ريال 52000 درهم هي 52000 درهم ما ب ما يعقن الحصان هي والله لا زين فوق عن الزين وشوف بيباركولي لك شوف على فكرة وتقدر أنا اللي اتخذت اللي تحت هاي لك هاي بخليه استثمار للزمن يزيد السعر عقب الحين زاد هو لكن من يزيد شوي زيادة بعدني ببيع حين خلاص لك شارع برفعه الجدار عنك كو يا ربي تبارك الرحمن
قول عد مبروك. مبروك عيستني. تم فتح باب الحجز من الحين، وهذا الرابط بنحط لكم اياه، وبيعطونك قسيمك مع الوكالة مع اللمر مع امورك كلها. من الناس اللي خذت في المشاريع هذه كلهم غلط؟ لا، كلهم صح وعين العقل. خذوا الاراضي على 30 و35 و40، هاي الاراضي حين تشوفونها وصلت 52,000 او 50,000 درهم. هذا عقب اسبوعين ثلاث، عقب شهر بتلقطونها سكت ثبوية. الاسعار في كبد السماء، وبالاخص حاليا الناس كلها متوجهه الى البوسنه. شو السبب؟ امن وامان واستقرار وطبيعه. انتم شفتوا البقعه كيف البحر اللي جيته، وهذا كله ابعد مكان، ابعد مكان ساعتين ونص من هالموقع اللي انت فيه. ما يسد اصلا، انت شو تبي تصير شرق وغرب؟ يسدك هالمكان. فكره الاراضي هاي اللي انا جالس اصورها الحين، هاي الاراضي كلها مصرح بالبنيان برخصه موجوده. تعال وبن، ما شيء يصير وتعال، تعال وبن، ما شيء باكر ورا باكر. الاراضي سكنيه وكل شيء ذاهب، الخدمات كلها ذاهبه، من انترنت، شارع، ماء، كهرباء، طحنه الزمان، كل ابوي عندهم. خارطك وين مقزوز لك المكان اللي اخترت الخارطه بالوكاله بشركه التعمير، ان بغيتهم يبنون لك، ان بغيتهم حتى يرتبون لك تريات، بغيتهم يدوكرون لك يحطون لك الديكور، عندهم كل وكل شيء. ابوي بمذهبه بحقه، درهمك المنقوشي لا بالعزائمي، ما يسوي لك اي سؤال اي كلام حد. انا موجود بعدني لين ساعه ساعتين. اليوم ما شاء الله تبارك الرحمن تكريم من السيد محافظ مدينة فيسكو لشركة إنجازات، يثني على الأعمال والمجهود لشركة إنجازات في مدينة فيسكو، وبأنها صراحة أثرت تأثير كثير وكبير على هذا المدينة من الناحية العملية والاقتصادية والسياحية كذلك. طبعا الاستاذ والمدير ميرزا مدير بلدية المحافظة يكرم الاخ نايف ابو شيبة. حطوا لي سلطة. الو كابتن حبيبي، حط واحد سلطة حق صلاح. سلام، كيف الحال؟ اشوف وضعي. يا سلام يا سلام، هذا اليوم طالت عمركم لدانا خروف بوسني، أبو خروف عاد هذا تويس، حب 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 حب، هذا الحين تويس، تويس بوسني لما تفهم، حمرة الحمد حمرة حمرة. يا سلام يا سلام، ها ناهيك عادة عن الكباب والتكة وما دي منو ربحن والرياش والدقوس والسلطات والميوات، والحمد لله فضل من الله، كرامة كرامة لنا، هذه كرامة حق صلاح وأخوه وأبو راشد ومنهل وللمتابعين بعد، اللي يحب الدياي يحب ريشة. هذه طالت عماركم مراسم توقيع العقد الشراء بين خالد الرشيدي والجماعة إنجازات مستقبل عقارية تستاهل، وقالوا وقع مرة أنا بوقع ثلاث الدنيا حيوية. ثلاث توقيعات سوي ثلاثة، وهذه كارضيها خان ترى براسد ما بغى. أنا حين أخذت الطرف هذاك هو بغى هذه، بعيد بعيد عنك بعيد هناك، بغيت والله عداني قال أبدا، أنت الطرف هذا وأنا الطرف هذاك، ويخذ هو هذاك وين الخو بين ال وهذا وقعهم، ها وقعوا أشور هاي وين توقيع. الله الله يبارك فيني وبينك أبوي، فلوسكم فلوسكم متى يستوي؟ كل فلوس أبو راشد من نوع القوي بيقول لك أبوي لو الدرها شيخة البلادين بقي موسم هذه الياش. هذه شرية أنا طرف هذاك وهو طرف هذا. مبروك 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 يا كل على عيوني، ها تستاهل يا أبو راشد، ناخذ أبو راشد البركة في المتبارك يا أبو محمد، بارك الله فيك، تستاهل تستاهل كل هذا. الظرف اللي يجي حق منو؟ أبو راشد حق المشتري. يجي هذا الظرف لين الباب أبو محمد، مع الوكالة ومع العقد ومع الأوراق كاملة، هذا الظرف الذهبي يوصل من الباب ان شاء الله. جزاك كل شخص مشتري. دل بقعته وين انت؟ شيخة البلادين. بيوصلون عندي وين بودي لشيخة البلاد؟ خلاص عند ابو محمد وياك. ونزل البيزات ترى ما يخصني. لا
هو عنده بيزات بيزات هو عنده ما شاء الله بوش بوش البركه في المكبار شو؟ اي بوش من نوع القوي قوي طارت عماركم غدانا هذا الترتيب ضيافه هل البوسنا بهالطريقه ان كان نفر او عشرة او عشرين كل حد حطه ذبيحته قدامه على هالنمونه على ما تشوفون راشد شوف الحين سافليك هذا تعت ايه هياك عندهم عزبه هوش مزين والله التصوير اللي قبل صلاح شو مشكلك يعرف الكلام انزين ابو راشد والله عندهم هوش يروحون هي لين الصافج هذاك أرضي لا ما في أرضك عاليها هناك فوق هذا أنا كما أكون أخذ معهم حرمة ويعطوني حرمة والهوش ومعيارهم بلاي مهر عاد أنا بكون عاد شمجهم لو شمجهم أنا أبوي لازم بيزات يقول لا حول من الحيول لا حول عنها براشد غير بلاد آمين وبالبوسنة يصول ويول ايول وهنا بيبني بيت بوكات الله وكرا يا بوش يا بوش من نوع القوي ابو راشد شو طلباتك؟ طلباتي ان تو اسير اشغل اسوي جولة في ارضي بتيول هي عشان متابعيني عرفوها ان ارض ابو راشد يوم الجمعة بتسوي علامة عليها ولا؟ ايه بعلمها صلاح والدارين من ذا المساكة هاي وصير هناك بك تقوم تجمل صفورنا هناك يلا حين خلي بيشغلون هاي الأغنية اللي طالبينها يلا أول الله بكرة نصب لك خيمة عربية لوسة كل يوم هالفلوس شو تلعب تلعب قمار انت وين توديه الفلوس اي ويت ما نريد مبنى من حبيبي البوك في البوك لازم البوك ايه ان شاء الله يا ابوك والله يا ابوك يا سيدي عقب الغداء يعني انا الرقاد وراشد براشد نبي شيء نشاط يا انا الرقاد نشاط هناك قوم مساجول في ارض الربع وين ارضك الحين الدال الرنج هناك ها بعيد صرت عنك وشي شله غاويه شي شو اسمها عاد شلة؟ يا سية يا سية يلا من راس يا سية يا روس يا سية يلا غايته فوق عب عليها يلا شيارتين ابوي شيارتين في ارض ابو راشد ها مرة مشاهد الرنج ها قال ما بيول الا ابوي في ارضي ابوي العب العب راشد شو تقول له؟ اقول عندي اقول صلاح تعال صلاح احنا عم يشوفك لوادم هذا ابوي حلال ايه هذا حلالي هاي شكارتين معي وحده انتين انزين كملت اشمر خلاص هذا حلو ابا حبي شفت مسمار جحا؟ الحين كل يوم بياديك ودا يوم بي المطر ها ربها خرسة ارضي ايه لازم لا تعطي تليفوني ابو محمد عندي ام والدك لا عندي اي عب شاري الارض ولا عندي الراكم انزلكم الحين تصوير جوي مع خارطه الموقع الاراضي بارقامهن بعلومهن بكل حيثياتهن باسعار بطريقه المراسله بطريقه الحجز كل شيء هذا بنزلكم اياه انا انسان واضح ما عندي سر وتعال من استويت وخلصت وربي خلقني لذلك انا ناجح من يوم انا ياهل قبل ما يطيح السناب نجاحي هذا ولله الحمد فضل اول بادي لله سبحانه وتعالى ومن ثم للمصداقيه انا من الله خلقني في بيع ومشترى وسيره ويي وعلوم طيب وعلوم غار في حياتي كلها فلذلك انا صادق اول شيء مع الله سبحانه وتعالى ومن ثم مع نفسي ومع الناس كلها فلذلك المصداقيه هي اهم جاذب
للنجاح. ما تكون ناجح إذا أنت ما عندك مصداقية ومش متصالح مع نفسك. وخيدك العشرين أرض، تخيل بكم؟ مليون. 20 قطعة أرض، يعني يمكن 4 بلوكات أو 6 بلوكات بمليون. هذا استثمار وايد كبير، تاخذه اليوم بمليون. الحول الحايلة متى ما بغيت تبيع، ولأن عندك شيء تقدر تبيع وتشتري فيه. أخير من يلستن في البنك، البيزات يوم شغلات بعيد أخير لك، بعيد أخيارك. شوفون هالبيوت هالي منك، ها كلهم ترى عرب، ها كلهم خليجيين. أي بيت تشوفونه ما يدور عرفوا إن هاي بيوت خليجيين، هاللي تحتكم كلها خليجيين. في ناس تفضل تأخذ تحت في الأرض في المكان المستوي، وناس تفضل في العلا. اللي في العلا يكسب شيئين، إنه مرتفع فوق وتشوف المناظر وتشوف الناس كلها تحتك يمين ويسار، وحد من الوادم أي بتحت يأخذ. سبب في حد من الناس يفضل الأرض مستوية وتشوف يرانك عدالك على نفس المستوى، وفي ناس تفضل تسكن فوق في العلا وتشوف الناس كلها منظور واحد. نشوف شو حين شخير، يوم انت تحت تطالع بس اللي عدالك، ولا يوم انت فوق هالعلا وتشوف الدنيا هذه كلها من تحتك. شوف هناك ناس وايدين ماخذين فوق في الأطراف، هاي شوف بقع لي من هناك، هاي كلها ناس، هاي كلها بقع ماخوذة، كلها بقع ماخوذها. وهناك فريج يوم حياة الفهد، هذاك فريجهم. الجماعة هذا صلاح طالت عماركم عند سناب، هو اللي قابض الشركة دايركتر. فصلاح طالت عماركم يوميا يصول ويقول جميع المواقع اللي هم أعلنا وأعلننا نحن، وأعلن زين وأعلن عبيد عندهم عن الأراضي اللي باعت، فيبنون ويوزعون ويدوكرون وكل أمورهم. فهو يقوم يوميا بجولة من الصبح لين المساء. نعم، تغطيات يومية للمشاريع وللبناء والأراضي والمخططات، كل بيوتنا يشوفون بناءنا من حفر الأساس لين تسليم المفتاح. اي، وهذا كله ترى على فكره انا بعد اتابع المفتاح، فبحط لكم سناب في برجاء اضافه الاخ صلاح، وتطالعوا الهست اللي عندك كله. صلاح جاهز احنا وياك بتياس طالع تليفون دقيقه شو دقيقه منو ترمس انت ويا منو قاعد تسوي شات منو هذا شو تسوي تحيده
ترى الا واحد ها هذا الثاني نفس الشيء. محمد بالله عليكم تدرون وين جايب هذا الكراس؟ مقطع عنا صار ابوي بيت اللي راد اللي مناكم عفد في حوي عفد عبده لو في الشارع هذا داخل في الحوي لو ياك كلب ولا شيء هذا قال انت من عقاوي هذه طالت اعماركم طلعت المساء حين بنظهر براشد تعال ما بصور بنصور اربع هاي لبسه حين المساء بنسير بها طالت اعماركم اخطف ما عليك بنسير بها هنا من هو لا يسار وين بنسير حين بنسير برشاشيه السوق القديمة المنطقة اسمها برشاشية اي نعم توكلنا على الله شال واللبس اليوم من نوع شو؟ من نوع القوي اشكرها مرة غادي غير نمونة لو شوي بس اخف الوزن والله غادي غير نمونة لا خفيت الحمد لله عن كافل ابو محمد كل شيء في الا الوزن كعب الوزن يلا يا الناس غيرون عظمك صم اي والله عظمي شوف عظمك صم من نوع القوي صراحة ارفع راسك فوق يبا تمشي ارفع راسك فوق الدنيا بعد مطر ما شاء الله صبيب كذاب شويونه شويونه نفاف ارفع صدرك ما تقول لي صوروا يوم يشوفوا نفتين قالوا لك صبيب اي والله حنحصل احكي لكم من ديلها السيئه كريتي ما اعرف هذا بالين العثمانيين ابو محمد شو دراك انت؟ انا اعرف قلت لك ترى هذا كرسي ويانا في حال تعب صراحه اركب على الكرسي وما تعب ترى يمشي قلت الويلات يبى يمشي صلاح اي صراحه تبى تمشي صح؟ صراح شو بلاك تلهث تعب؟ تبى الكرسي؟ ها الو كريم الحق علينا صلاح يبى الكرسي يلا عاد يلا تليفون هو ما احنا تليفون وايرات والشرج وشنطة هلك دندة والدندة ها تكينا شو اسمه هذا كفو عمال ما اسمعك شو اسمه علي ما اسمع كلم شو اسمه بعمال سكن الطلبة سكن الطلاب هذا هاي ينتمونها شوفوا هالمسجد مسجد عثمان باشا هذا من الوقت العثمانيين كان وما زال لين اليوم لين بكره وهاي اللي يتغنون بالالحان العثمانيه القديمه في تو شو المسجد ما شاء الله كم مناره فيه منارتين ثلاث منات منارتين يعني المسجد ما لازم يكون فيه منارة منارتين ثلاث واربع شيء من المسايد فيهم عشرات المنارات وعشرين قبة 300 دريشة و 300 باب على حسب الموقع وحسب العصر والوقت اللي بني فيه المسجد سبحان الله المسجد ما يندرب متى بحي ما يتتفيزرين إلا أنت هني غربي علت ما تفيزرين تعوير تزتها خربت علينا وين برضو شوف بنيانة كيف بنيانة غريب قديم شوف بابا كيف سوري هذا واحد وهذاك اثنين ثلاثة أربعة سبعة الحين هل ناقص الحين أول بادي أنت منو صالح المنصوري طبعا والله من نعم وانت مبارك المنصوري ما شاء الله فيصل المنصوري تبارك الرحمن انتم وعبد الرحمن المنصوري هذا عبد الرحمن منا يا مرحبا مبسوطين في هالدار اي والله شفت المطر بالله عليك اي والله مبسوطين طالعوا المطر الله لا خلانا مكف الله يحفظك شوفتك ابو محمد والله لا خلينا محمد الرياض شاعر كان تفهم انت يلا تعال جاي تعال 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 تفضل هذه ابو خالد الله يطول عمره امين يقول قدام يا محمد على العزه قدام الله خلقك تكون قدوه لدى الناس فعلك فرض اسمك
على صدر الإعلام ومواطي أقدامك على الأرض نوماس ما كنك للغيث لهل بالشام وكنك برادع صير لهب نسناس يمحطم يمحطم التيمات يمكسر أرقام اللي يبيض مثلك في بشر بالفلاس ما كنك للغيث لهل بالشام وكنك برادع صير لهل نسناس حاكم وبن حاكم ومروس حكام بذمة انك كفو يا رفع الراس سلامة الله سلامك الطيب يستاهل يستاهل عقال طول عمره يحبك يعني يعطيك الجنة طال عمرك شكرا يعني اهداك شكرا يا شاعر محمد بن احمد بن كندي المرأة شاعر راعي الربابة فارجين طالت عماركم في اجمل شتاء في نيوة وطعويت لاقينا الله حي الشاعر الله يبديك يا مرحبا حارك طال عمرك كيف انت والله اللي مرحبا حارك هذا حارك بخير شوف سبحان الله شوف ذكريات ايش حارك لا خلاص خير انت والله اللي مرحبا يا مرحبا يا مرحبا هذا شاعر من شاعر من شاعر من شاعر لا خلينا من اسمك يا مرحبا يا مرحبا يلا صلاح يخبرك يخبرك الحين يقول لك اني انا وايد كلت يلا زيارة عماركم محمد المزروع اللي كان ويانا في المرعب هذا اللي رتب لنا الجو هناك رتب لنا المكان ومسح لنا الارض وتعبى في الدنيا كلها استاهل طيب اقول هذا الرجال منه الفنان علي سالم برطاع الهامري شاعر ما شاء الله علي شاعر ما اخذنا شيء من علومه على الحينه وهالرجال فنان منه هذا ياض والله من نعم والنعم 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 الشاعر لازم تعطينا شيء من حرم وصلك من حرم وصلك وانا قلبي ضعيف ما اتحمل غيبتك لو ثانيه دمع عيني ما يوقف بالنزيف الحياه بدون شوفك فانيه لا تشمت العدا خلك حليف والمشاعر كلها لك عانيه العجايب سبع وانت يا لطيف من جمالك اصبحت ثمانيه ينشغل بالي بزينك يا وليف لو معي ربعي وكله اخواني كيف تبعد عنه هو مغليك كيف وانت حالف ندر ما تنساني لو تعذبني وبدا حالي كليف لك مشرع في الهواء بيباني انت كيف فارق عن كله كيف صرت الهمني على قيثاني يا اخي شايف الريم ليه مالك وصيف خايف انت ابطي ولا تلقاني واشهد انك يا المفارق حد سيف يوم مرقت العيون الهاني من حلم وصلك وانا قلبي ضعيف ما اتحمل غيرتك لو ثانيه اشكر فنك صح لسانك والله انك نورت ابو محمد نعم علي اقول من كرسي شاعر المليون الى سناب الخالدي والله هناك والله يستاهل والله متابعين محمد ابو الشعر ما يكون الا الزين صلاح قم 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 مسوين زحمه تعريفاتك اليوم كم رجال من هالصلاله والله مرحبا يا مرحبا يا ابو محمد هلا بك يا ولد العم شخص مميز ومحتوى مميز هذا انا اي نعم ما اقدر كل شيء اللي فيكم جميل ومميز الله لا والله يعطيك الصحه والعافيه من انت وصلاح وابو راشد وكلكم من النوع الكوي الله يحفظك الله يحفظك مع السلامه